السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل معمول الشوفان النباتي، افتكاسة جديدة من افتكاسات سنسولين سلوى. وصفة ان شاء الله هتعجبكم جدا، الناس اللي عندها حساسية من الزبدة والسمنة والحليب البقري وكل المنتجات الحيوانية. هنعمل النهاردة وصفة رائعة. بالنسبة للناس اللي بتتخانق معايا دايما في التعليقات وبيقولوا لي بتعملي وصفات خاصة بناس معينة، طيب انا طالما عملت وصفة وجربتها ونجحت معايا، ليه ما اقدمهاش وساعد ولو فئة صغيرة من الناس، وان شاء الله رب العالمين احاول ارضي جميع الاطراف. هنحتاج للوصفة الشوفان المطحون. بجيب الشوفان كامل الحبة واطحنه في المطحنة. هحتاج كمان لثلاث معالق كبار من جوز الهند. جوز الهند هيديني طعم شوية، وكمان القوام بتاع المعمول هيكون معقول جدا. هحتاج لحليب جوز الهند، وهحط عليه مباشرة دلوقتي معلقة صغيرة من الخل. بالطريقة دي يبقى انا كده عملت حاجة زي الرايب ولكن نباتي. الناس اللي ما عندهاش حساسية من الحليب وعايزة تستعمل حليب بقري عادي، تقدر تستبدل الحليب جوز الهند بالحليب البقري، او تستبدل حليب جوز الهند بحليب اللوز، اي نوع حليب انت عايزاه. عايزة كمان فنجان متدوب من زيت جوز الهند، من الحاجات الرائعة جدا في الطعم، هتدي طعم رائع جدا. وعايزة حوالي معلقتين كبار من دبس التمر. احنا المعمول هيكون بحشوة، فمش هنزود قوي في دبس التمر. وعايزة اقل من نص معلقة من البيكنج بودر. ممكن نحط بقى في المعمول نكهات زي الهيل المطحون، زي القرفة، النكهات اللي بتحبيها، حتى لو عايزة شمر وينسون. وهنحتاج كمان رشة ملح. تعالوا يلا نبدأ على طول. هنحط 3 معالق كبار من جوز الهند، والشوفان المطحون ده على طول هحط منه كوبايتين. المقادير ان شاء الله هتكون مكتوبة في اخر الفيديو. كده المواد الجافة ناقص عليها البيكنج باودر والملح والهيل المطحون، ونقلب نوزع بس الحاجات دي، وبعدين هحط زيت جوز الهند. نبتدي بقى نقلب شوية، يعني عايزة كل كده حبات الشوفان تتغطى بزيت جوز الهند، وده هيدي فرق في القوام في الاخر. وبعدين هحط دبس التمر معلقتين كبار، وهبتدي احط الحليب اللي هو حليب جوز الهند اللي حطينا عليه الخل. بالتدريج كده، هي هتاخد نص كوباية، ولكن انا حبيت برضو احط بالتدريج شوية بشوية على دفعتين. هنخلي بالنا من شكل العجينة، هي العجينة دي تحتاج ان هي تستريح. صحيح ما فيهاش خميرة ولا حاجة يعني، ولكن الشوفان من الحاجات لما بيستريح هيديني قوام احسن، والنتيجة هتكون افضل بكثير، والعجينة هتكون هي دلوقتي شكلها ملزق، ولكن لما نسيبها حوالي نص ساعة القوام والشكل هيختلف. وفي الوقت ده احنا مش هنعمل حاجة، احنا كل اللي هنعمله هنجهز الحشوة. فيلا دلوقتي خلاص احنا خلصنا كده، نغطيها ونسيبها، وبعدين هنجهز الحشوة من التمر. عايزة احط تمر مع قرفة وكمان زيت جوز الهند، حوالي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند في محضرة الطعام. التمر ده طري، فهحطه في محضرة الطعام مع القرفة وزيت جوز الهند. نقدر نحط حشوات للمعمول زي ما احنا حابين، ممكن نحط فستق، ممكن نحط تمر ونحط عليه مثلا اي نكهات برضو، هيل مثلا اللي انتوا بتحبوه. شايفين كده قوامها ولا اروع، ريحتها مع زيت جوز الهند والقرفة من الحاجات المدهشة بالنسبة لي. يعني هكورها علشان تكون يعني سهلة عليا في الحشوة لما اجي احشي المعمول. بالمرة بتسلى يعني شوية قبل ما ايه مال العجينة كده تستريح. هكورها كده كورة تكون مناسبة للحشوة. خلاص كده فات حوالي نص ساعة، طبعا مش كل ده بعمل كده يعني. تعالوا بقى نشوف هنشكل المعمول ازاي. شايفين كده قوام العجينة اختلف ازاي؟ بفتحها واحط جواها حبة من الحشوة، وابتدي اجيب المكبس بتاع المعمول وهقول لكم عليه بعد شوية. هوريكم العلبة واوريكم الاشكال اللي هي معاه. المهم اللي انت بتاخدي حتة كده من العجينة اللي بالشوفان اللي هي مستريحة، قلنا ما فيهاش خميرة ولكن بتحتاج ان هي تستريح، ونحطها كده على ورقة زبدة، وبعدين نضغطها بالمكبس.
ممكن نسويها لو احنا عايزين مثلا في حاجة راحت مننا بسيطة، الموضوع بسيط وممتع جدا. شايفين بقى حاجة احلى من كده؟ طبعا يعني ما شاء الله طلع طبق كويس، يعني كمية الكوبايتين الشوفان هيطلعوا كمية كويسة. وحشوة التمر هتديها شوية من السكر، يعني هتخليها مسكرة شوية. شايفين بقى انا عايزة اوريكو شكلها عامل ازاي، ماسكة نفسها جميلة جدا. آه طيب، الناس اللي هتسأل في فرق بين المعمول ده والمعمول اللي معمول بالدقيق الابيض، اكيد في فرق. يعني بصوا، مش هينفع ان احنا نقارن حاجة معمولة بالشوفان ومن غير زبدة وسمنة وكده بحاجة معمولة بالشوفان وكمان من غير زبدة وسمنة. يعني زيت جوز الهند هيدي صحيح الطعم والقوام الحلو، ولكن برضو مش زي. تعالوا بقى اوريكم الأداة دي اللي هي المكبس، دي بتتباع في اي مكان، بيجي معاها كده اشكال زي ما انتي بتحبي، وبتقدري تشيلي الشكل وتركبيه كده بضغطة بسيطة وبتثبتيه. أداة جميلة جدا هتسهل عليكي كتير. آه، وده بيكون شكل العلبة. يلا بقى نكمل بقية الكمية. هشغل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعدوا في الفرن حوالي 20 دقيقة. هطفي الفرن من تحت، هفتح عليه الشواية دقيقة او دقيقتين، وبعدين هسيبه في الفرن مطفي 10 دقايق كده عشان يبقى مقرمش، ونقدمه بالألف هنا والشفا، وإن شاء الله يعجبكم. دلوقتي المقادير هتبقى مكتوبة على الشاشة زي ما وعدتكم. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.